أصيح الآن. في ليلة من الليالي كنت على موعد مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وعلى امرأة نفعل بها الفاحشة. قال فتأخرت عنهم فوصلت متأخرا فإذا بهم قد انصرفوا وتركوني، ولكني كنت مصرا في تلك الليلة على معصية الله جل وعلا. قال فذهبت إلى صديق سوء آخر واقترضت منه فيلم جنسي يستحي منه إبليس. قال وذهبت إلى بيتي ودخلت غرفتي ووضعت الشريط في جهاز الفيديو، وبدأت تلك المشاهد الخليعة البشعة القبيحة التي يستحي منها إبليس بدأت تعرض على تلك الشاشة. وبدأ الرجل يشرب الخمر وينهمك مع تلك المشاهد البئيسة، وفجأة نسي الرجل أن يغلق باب غرفة النوم التي يعيش فيها، فدخلت تلك الفتاة الصغيرة الابنة التي لم تبلغ من العمر إلا 5 سنوات، دخلت وإذا بها ترى مشهدا يكاد يخلع القلب، نساء ورجال عراة يفعلون الفواحش، وإذا بتلك الفطرة التي كانت عند تلك الطفلة المباركة تقول له: عيب عليك يا والدي اتق الله، عيب عليك يا والدي اتق الله. قال أفزعتني تلك الكلمة وكادت أن تخلع قلبي. قال فأطفأت الجهاز وخرجت أسير في الشوارع كالتائه المجنون الحائر الذي لا يعلم أين يسير، وفجأة سمعت نداء صلاة الفجر الذي حرمت منه وما سجدت لله سجدة واحدة. قال فدخلت وتوضأت لأول مرة لله جل وعلا، ووقفت أصلي خلف الإمام، وإذا بالإمام بعدما قرأ الفاتحة يقرأ قول الحق جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلت والله ما يعني إلا إياه، فتبت إلى الله عز وجل وبكيت وأنا ساجد بين يدي الحق جل وعلا بكاء مريرا. قال فلما انصرف الناس من الصلاة ظللت أسير في الشوارع تائها لا أدري أين أتوجه ولا إلى أين أسير، حتى حان موعد الدوام أي موعد العمل. قال فذهبت إلى الشركة التي أعمل بها، فلما رأني صاحبي الذي لطالما ذكرني بالله ولطالما دلني على طريق الجنة ولكني كنت معرضا عن طريق الجنة، فنظر إلى وجهي وقال: إني أرى على وجهك اليوم نورا ما رأيته قبل اليوم أبدا على وجهك. فأخبرته بقصتي وقلت له: لقد تبت إلى الله عز وجل، وقلت له ما دار بيني وبين ابنتي. فإذا بصديقي يقول: احمد الله جل وعلا الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك، ولم يرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك في تلك اللحظة. قال فقلت لصاحبي: أستأذنك أن أرجع إلى البيت فإني ما نمت في تلك الليل لحظة واحدة. قال: اذهب الآن. ذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح، أنا في شوق شديد أن أرى تلك الابنة المحبوبة المباركة، أن أرى هذا النور الذي أخرجني الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. قال ذهبت إلى البيت وأنا أتخيل تلك اللحظة التي أرتمي فيها في أحضان ابنتي، التي أقبل فيها ابنتي وأحضن فيها ابنتي وأراعي فيها ابنتي وأربي فيها ابنتي. قال فلما وصلت إلى البيت وإذا بامرأتي واقفة أمام باب المنزل على غير عادتها، فقلت لها: ما الخطب وما الحدث؟ فقالت: أين كنت؟ أبحث عنك منذ الصباح. قال: كنت في الشركة. قالت: سألنا عنك مرارا وتكرارا فقالوا إنه ذهب. فقال: كنت في مصلى الشركة، ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ قالت له: تلك المرأة المكلومة المسكينة الحزينة. قالت له: لقد ماتت ابنتك، ماتت ابنتك، ماتت ابنتك، مات النور الذي أخرجك الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتك، ماتت حبيبتك، ماتت نور العين، ماتت قرة العين، ماتت نور الفؤاد، ماتت ابنتك، ماتت حبيبتك. قال فبكيت وبكيت وبكيت، ثم تذكرت كلمة واحدة وهي قول ابنتي: عيب عليك يا والدي اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله.